اما هلا خلوني شوي اخبركم كم شغله عن الباذنجان. مثل ما قلت الباذنجان نوع من انواع الخضار اللي طبعا ما بيحتوي على وحدات حراريه، يعني الكوب الواحد من الباذنجان تقريبا بيحتوي على من 30 و35 وحده حراريه اللي هن طبعا نسبه قليله جدا، فممكن نتناول باذنجان قد ما بدنا. لكل الاشخاص اللي عم بيعملوا حميه غذائيه وبدهم يخسروا وزنهم ممكن يتناولوا الباذنجان، وافضل نخلي الباذنجان بقشره لانه الباذنجان لانه الالياف الغذائيه الكثير اللي موجوده بقلب الباذنجان موجوده اكثر شيء بالقشر بقشره الاسود. وغير عن الالياف الغذائيه في عنا نوع من انواع مضادات الاكسده اللي موجود بس بالباذنجان، وكمان هو اللي بيعطي لون الاسود للباذنجان وموجود اكثر شيء بالقشر. مشان هيك قد ما فينا لما نتناول الباذنجان نحافظ على القشره ونخليها موجوده. طبعا نبتعد عن تحمير الباذنجان لانه لما نحمر الباذنجان رح يفقد من الفوائد الغذائيه اللي فيه، انما لما ينسلق او ينطبخ الفوائد اللي فيه خاصة هيدا النوع من المضادات الأكسدة اللي موجود تحديدا بالباذنجان بيزيد، ومفعوله وفايدته على الجسم بصير أقوى وأكثر، بصير يحارب الخلايا اللي هي خلايا السرطانية. نحن عادة لما نقول خلية سرطانية يعني خلية مش عم تشتغل صح بجسمنا وعم تتكاتل بشكل سريع. هالنوع من أنواع المضادات الأكسدة اللي موجود بالباذنجان بحارب تكاتر الخلايا السرطانية وبحارب شيخوخة الخلايا. لما الخلية تضلها ما تكون يعني تكون بدها وقت حتى توصل للشيخوخه، كل ما بعدنا عن شيخوخه كل ما الخليه بقيت تشتغل بشكل احسن. انما بدي اقول شغله صغيره بعد، في كثير بيفكروا انه الباذنجان بيحتوي على نسبه حديد عاليه كثير كثير، وممكن اذا عندنا انيميا نستبدل او نوقف تناول اللحوم ونتناول الباذنجان. للاسف مش مزبوط، الباذنجان بيحتوي على نسبه حديد، كالسيوم، مغنيسيوم، كل المعادن تقريبا موجوده بالباذنجان انما بكميات معتدله، يعني هو منه يعتبر نوع من انواع الخضار اللي فيه نوع من المعدن او الفيتامين بنسبه كثير عاليه. بيحتوي على كل الفيتامينات تقريبا والمعادن يعني او على كميه كبيره، معظمهم موجودين بالباذنجان انما نسبتهم منا عاليه بنسبه معتدله. فللاشخاص اللي عندهم او بيعانوا من الانيميا ما تعتمدوا كثير على الباذنجان لمحاربه او للتخلص من هالانيميا وتصحيحها بالدم. طبعا تناولوه، مليان فوائد مثل ما قلت، ما بيحتوي على وحدات حراريه، غني بالالياف، غني بالمي، كثير تناولوه، انما ما يكون هو ما تتكلوا عليه لحتى نصحح الانيميا مثل ما هيدا معتقد موجود.